صادف ان الاجواء اللي تطبق بها الامتحان وكما شافوا الاخوان ديال السلطات المحليه وعلى قسم السيد الباشا ورئيس الدائره واخوان الممثلين ديال الجمعيات وممثلين ديال الجسد الصحفي حضروا الاجواء الحقيقيه ديال الامتحان وكيفاش الانضباط وكيفاش ان الامور تدوز بواحد الشكل عندك انهم تيدوزوا البكالوريا او انهم تيدوزوا الاجازه كاين الخوف كاين هذا وكاين انضباط وكاين واحد الصمت اذا هنا تنقولوا لهم حنا الهدف ماشي هو الانسان ياخذ الشهاده ولكن الهدف هو انه شنو تعلم وكما تنقول الاخوان اللي تيجيو تتسجلوا تنقول لهم راه ما تستاهلوش بالديبلوم اي ديبلوم الان راه عنده القيمه ديالو وباش تكون عنده القيمه ديالو خص الانسان انه يشتغل